سلاح الإرهابي برانتون هاريسون. هناك مكتوبة ويلكم تو هيل، أهلا باللاجئين إلى الجحيم. وهناك تشارلز مارتال قائد جيش الملك فرانك الذي أوقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا. رمز 1683، معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ومثلت نهاية وصفها في أوروبا. إسكندر بيرك قائد ألباني أخذه العثمانيون رهينة في قصورهم فأسلم وتقلد مناصب الجيش ليتمرد على الجيش العثماني بعدها. أنطونيو براكادين القائد النمساوي الذي خان الاتفاقية وقتل عساكر الأتراك في مدينة فاماغوسنا في شمال قبرص. ألكسندر بيسونيت هاجم مسد في سنة 2017 وقتل 6 أشخاص بكندا. أنطون لوندين قتل طفلين في السوي. شكرا على المتابعة.